ليس مصادفة أن تكون مصراتة أو ذات الرمال كما يحلو لأهل ليبيا وصفها، أن تكون إحدى مواقع بطولاتهم في مقاومة الاحتلال الإيطالي، وأن تنجب أحد أبرز مجاهديهم في ذلك الزمن رمضان السويحلي. ولأن لكل زمن استعماره ورجاله، تسوم كتائب العقيد القذافي المدينة سوء العذاب قصفا وتنكيلا منذ 6 أسابيع. الصور القادمة من المدينة المحاصرة هي صور انترنت، مصراتة مقطوعة عن العالم الخارجي، بلا ماء ولا كهرباء، مع شح في المواد الأساسية. ولولا البحر لخانقها نظام القذافي بالكامل. آخر الأنباء يوم الأحد أفادت بأن كتائب القذافي قصفت المدينة بمدفعية الدبابات واستهدفت مبانٍ تستخدم لعلاج المصابين. هذا فيديو آخر لمنطقة قصر أحمد. طبيب من أبناء مصراتة عاد من بريطانيا ليكون بين أهله، قال لوكالة رويترز إن 160 شخصا معظمهم مدنيون من أبناء المدينة قتلوا في الأيام 7 الماضية. بهذه الوتيرة وبحساب بسيط، يقول الطبيب إن المحصلة منذ بدء الثورة تكون ما بين 600 إلى 1000 قتيل. ميليشيات القذافي. الثوار ما زالوا يسيطرون ويستميتون في الدفاع عن وسط المدينة والميناء. صورهم في المرفأ تؤكد ما يقولون. جاءوا لوداع جرحى من أبناء مصراتة حملتهم سفينة تركية هي مستشفى عائم، انتظرت في البحر 5 أيام قبل أن تتمكن من الرسو. دبلوماسي تركي قال إن السفينة أنقرة غادرت مصراتة ب250 جريحا وتركت وراءها آلافا يستغيثون. السفينة ذهبت إلى بنغازي لتجلي 100 آخرين ورعايا عالقين. ليست مصراتة وحدها في الهم، هذه الزنتان جنوب غرب طرابلس لم يوفر القصف حتى بيوت الله. تقصف كتائب العقيد القذافي الزنتان وتحاصرها ايضا ومثلها يفرن. هذه المدن البعيدة عن معاقل الثوار في الشرق والاقرب الى طرابلس تجرأت وانتفضت، فجاءها الانتقام عنيفا. أذرع الكتائب الأمنية هنا أطول وأقدر على تطويق المدن المتمردة التي لا تستسلم. الله أكبر. فيها تتحقق مأثرة عمر المختار بلا ضجيج ولا صخب. النصر أو الموت.